زعما كانت فرصه قام على اجرام بامن ولايه قسنطينه من تفكيك شبكه ظهرت تتكون من 6 اشخاص من بينهم 3 نساء تتراوح اعمارهم بين 23 و49 سنه. حيثيات القضيه تعود الى معلومات وردت الفرقه مفادها استغلال الشقه باحدى الوحدات الجواريه بالمدينه الجديده علي منجلي كوكر لممارسه الدعاره تحت غطاء مكتب اعمال ودراسات هندسيه، وعليه تم تكثيف التحريات واستغلال كافة المعلومات المستقاه مع اعداد خطه مهنيه محكمه والتي كللت بتوقيف 3 اشخاص بينما كانوا بصد الخروج من ذات الشقه ليتم اقتيادهم الى مقر الفرقه لاتخاذ الاجراءات القانونيه.